سناكي للدولة مو لنا العيد. للعام الثاني على التوالي يحل عيد الفطر المبارك في العراق مع فصل جديد من المعاناة والتجاهل الحكومي الذي يلقي بظلاله الطويلة على ملايين المواطنين. 10 أيام إضافية يفرض فيها الإغلاق الكلي، هكذا جاء قرار السلطات الحكومية في العراق، متجاهلة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالعراقيين. حطوها عذر 10 أيام الفقير منين ياكل؟ الدولة تطي ما تطي الدولة، بس لها الفلوس. هاي احنا على الله وعلى هاي العرب، هاي واحنا صاحبين خريجين، يعني مو انا خرج علوم حاسبات هذا مهندس، هاي الدولة مالتكم. احنا منتهين، ما عندنا عيد، ظلموا علينا العيد، سودوا علينا العيد، لا تبقى لها الحكومة ماكو كل عيد، تروح هاي الحكومة عندنا كل ايامنا اعياد، والله دمرونا دمر، لا عندنا فلوس نشتري جهاننا، منتهين تعبانين. اي والله مو حكومة هاي، طرقاعة الله ذبها علينا، طرقاعة سودة، دمرونا دمر، هم والاحزاب والكاظمي كلهم هذول كلهم عصابات حرامية نشاله. وما فاقم من مستويات غليان الشارع العراقي هو الغياب المزمن للخدمات الأساسية الذي يرافق الحظر الكلي، إلى جانب توظيف الأحزاب السياسية ملف الخدمات انتخابيا. أزيد الناس هسه المناطق الفقيرة والشعبية الفقيرة تعبانة جدا، وهسه راح تجي هاي الحكومة وراح تجي هذا البرلمان وين للمناطق الشعبية الفقيرة، ها واحنا قدموا لنا صوتكم واحنا راح نسوي الخدمات، وهم لا خدمات ولا ناس كذابين. ومع الاسف خاصه هاي الحكومه هسه الباطله الظالمه. وما يزيد من عتمه المشهد في عيد العراق الجديد هو ضيق افق حلول الحكومه المتهمه اساسا باللجوء لسلاح الحظر لاحتواء التظاهرات الغاضبه، ضاربه عرض الحائط بما يحمله هذا القرار في طياته من تعميق معاناة العراقيين، بالتوازي مع خسائر مادية لحقت بالأسواق العراقية. وسط تفاقم المخاوف من ألا يشهد ملف التطعيم بلقاحات كورونا النور مطلقاً.